انت عايز تنفصل بجد؟ اه طيب روح 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 وثق الانفصال بتاعك ويبقى يتحسب عليك، روح اجري اعمل كده. طب اي كلام هتقوله تاني مش هعتد بيه. روح 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 وثق الانفصال بتاعك ويبقى يتحسب عليك، روح اجري اعمل كده. رايح فين؟ هطلع بنتك وراجع لك حالا. ولا نعلم خلافا في ان من طلق ولم يشد انه يلزمه الطلاق. في ضرر وفي اكثر ضررا، يبقى انت تشيل الاكثر ضررا حتى لو كان بضرر، حتى لو كان بضرر. دي قواعد فقهيه يعني، مش محتاجه حاجه يعني. الموضوع بيتم مناقشته في برلمان ومن كل الناس، سيدات ورجال وشباب وكله. الله الله على الجد والجد الله الله عليه. اللي يشوف غلط ويسكت ما يصحش يقعد في وسطنا ولا يعمل راسه براسنا. نتكلم ولا ما نتكلمش؟ يعني احنا عمرنا ابدا ما هنعمل اجراء يخالف ابدا شرعنا يعني. بس عمري ما قعدت ولا سمحت لاولادي ان هم يقعدوا يسمعوا او يشاركوا داخل المساجد. تاري كل ما بشوفك بتذكر اسم سوره بالقران الكريم، سبحان الله. تقول اهلك مسمين اسمك على اسمها. تسلم تسلم يا صاحبي. انا وحده المنافقون. تعبتني يا فضيلة الإمام.